ان شاء الله الف مبروك. انت حبلي، عم اقول لك انت حبلي، ان شاء الله الف الف مبروك. الله يبارك فيكي. ما تخلني انا بدي الحلوان. يلا شو عم اقول لك؟ بدي الحلوان، حليني. الف الحمد لله، ان شاء الله بتقومي بالسلامه يا حق. أمرك أمرك معلم. السلام عليكم معلم حمدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات البشارة. بشارة بشي شو؟ نرجس خانم حبلي. حرب شي حبلي؟ إيه حبلي، وبتوم إن شاء الله. توم؟ قول إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لك يا رب. تعال مرني معلمي. أعطي 10 قروش. براسي معلمي. تعال هون. شو 10 قروش؟ معلم حمدي غير ب 100 قرش ماني رايحة. 100 قرش؟ ايه والله بتستاهلي، اعطيها 100 قرش اعطيها. لا معلمي هيك كثير كثير. شو كثير؟ روح جيبهم تجيك هيله. نرجس نرجس. اهلين ابن عمي. نرجس نرجس انت حامل ان شاء الله. الف مبروك الف مبروك. يبارك فيك ابن عمي. الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله يا ربي. بدي اذبح 10 خواريف ووزعهم على الفاره. ابن عمي انت بتأمري من هلا ورايح، ما بتشتغلي شيء ابدا، بكره حجيب لك خدامه. انت لا بتغسلي ولا بتطبخي ولا بتعملي شيء ابدا. تعالي اطلعي، طلعي على اوضه النوم ارتاحي. يلا ارتاحي لا تساوي شيء، بس عادي تسطحي وارتاحي. يا حبيبه قلبي.